جيب رينيغاد، تلك السيارة التي تحتل موقعا جيدا في المبيعات الفرنسية. مجموعة فيات كريزلر أوتوموبيل المغربية قررت في 25 جانفي اللي هو يناير أنها تدخل الموديل الجديد من الجيل الثاني ديال SUV الأحسن مبيعا أو من بين أحسن مبيعا في فرنسا. الموتوريزاسيون ديال هذه السيارة هادي كاين عندها موتوريزاسيون اللي هي إيسونس جي إس أو اللي بحرت تبنتها مجموعة ديال فيات كريزلر أوتوموبيل. السيارة هذه اللي عندها 1 لتر واللي كيوصل حتى 120 شوفو بواحد البوط فيتاس اللي هي مانويل يعني عادي. كاين ديزل ديالها اللي هو تيوصل 1.6 يعني 1.6 ل 2 لتر اللي هو يطابق القوانين الأوروبية اللي كتسمى نورم أورو ولا التكنولوجي اللي تبنتها في الموتوريزاسيون ديالها. سمعوا مزيان هذه الكلمة هذه، هي اون تكنولوجي اللي هي ملتي جيت ديال الجيل الثاني دوزيام جينيراسيون. هذه هي بيجو 208 الجديدة كليا، الإجابة الفرنسية على كل من فورد فيستا أو فولكسفاجن بولو. في الشكل الخارجي بيجو جعلت من سياراتها تبدو أكثر جاذبية كجميع الفئات الأخرى من سيارات بيجو، وذلك من خلال أضواء نهار ضخمة تأتي على شكل وجه النمير القطبي الموقت، ويستمر الإبداع في الديل الخلفي وأضواء التي تشبه مخالب النمير مرورا بالخطوط الجانبية ذات اللمسة الإنسيابية والأوراق التي تعطي السيارة طابع القدرة الرياضية. هاد السيارة هذه ديال البيجو في الشكل الداخلي ديالها نفس حجم الإبداع اللي دار في الشكل الخارجي، مع لمسات ذات طابع فني أوروبي راقي على لوحة التحكم أو فرنسي على لوحة التحكم، كما أن المقاعد تأتي في عدة اختيارات بين الجدي أو القماش المبطن أو المنجد، وستكون لكم الحرية في اختيار المحرك الذي يناسبكم من خلال الاختيارات المتنوعة التي ستصدرها بيجو من خلال محرك 3 سلندر بقوة 75 130 حصان البيورتيك إيسانس. هذا الشيء اللي هيكون مزيان إذا دخل المغرب، مول 130 كيوصل حتى السرعة الثامنة في البوط فيتاس لصحاب الناس ديال السبور، ونزيدك أوتوماتيك مع محرك بقوة 100 حصان تحت مسمى بلو اتش دي اي 1.5. إذا ما بغيتيش تكون قديم وكنتي في بلاصة ممكن تشارجي فيها الضوء، ممكن تختار السيارة حبيبة البيئة بيجو اي 208 يعني او 208 إلكتريك 208، واللي لا استعملتي الشارجر السريع ممكن في نص ساعة تشارجي 80% منه، واللي ممكن تضرب ليك حسب النورم المتعارف عليها يعني القوانين المتعارف عليها في تجريب هذا النوع من السيارة 340 كيلومتر ميكس يعني متنوع أو مختلط ما بين المدينة وخارج المدينة. رونو كليو 5، هذه السيارة هذه الصحافة المغربية والمؤخذة اللي عندي عليها انها هضرت بزاف على الشكل الخارجي للسيارة اللي تبدل واللي هو شيء عادي واللي ولينا كنلاحظوه في رونو كليو من نهار بدات، من نهار احنا صغار رونو كليو كتزاد وكيتزاد عليها الديزاين وعلى لوحة اللمس وعلى الديزاين الداخلي، وهذا شيء عادي. سيارة اللي كيتصاوب وسط باريس الشكل عادي انه يدار لها اون اميليوراسيون او نيفو ديال الديزاين لا الخارجي ولا الداخلي اللي نتايا في مدينة الجمال اللي هي باري. ولكن الشيء اللي ما لاحظوش الصحافة المغربية واللي تبعت فيه الصحافة الفرنسية هي بعض من الصحافة الفرنسية سيكو، هاد السيارة هادي راه عندها واحد القاعدة جديدة اللي هي CMF-B. هاد القاعدة هادي اللي هتسمح لرونو كليو انها تدخل لنا السوق المغربية واحد السيارة اللي هي إبريد، وحنا كنعرفوا بانه المنافسة ديال الإبريد عندنا في المغرب قليلة لانه السيارات كاملين اللي كاينين 24 مليون الف، دونك كليو الا دخلتنا الإبريد المغرب نقدر نشوفوا واحد الكاساسيون ديال البري في المغرب، وهو شي حاجة زوينة انها تقال انها دات فرونو كليو. دونك انايا سمحوا لي ما نهضرش على الديزاين الخارجي ما نهضرش على الديزاين الداخلي، ولكن نقول بان رونو كليو أجيب لنا إن أميليوراسيون أو نيفو ديال الهبريد لنا هنايا في المغرب. كجميع سيارات الاس يو في كيف ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم سكودا في المعرض اللي دار فيه لونسمون ديال سكودا كاميك، جميع سيارات الاس يو في فهي كتبدا بكا وكتنتهي بكولون بحال الكودياك بحال الكاروك، وجميع هاد السيارات هادي اللي ديال سكودا دائما ما كتميز باش بانها عندها جميع مميزات سيارات الاس يو في اللي لا الامداسي ولا غيره من الصحافه المغربيه ما يمكنش يقول فيها شي كلمه خايبه. علاش؟ لانه هي سياره عاليه على الارض، الديزاين ديالها ديما شاعري، فيها جميع وسائل الترفيه وعندها ايضا جميع وسائل المساعده في السياقه، والمكان واسع داخل السياره. دونك علاش ديتي جميع اللعابه الواعرين في الدوريات الاوروبيه ولحتيهم في فرقه واحده؟ دونك ما يكون الا انك عندك سياره اللي دائما كتفوز بها، ولكن ديك الفرقه تكون طبيعه الحال غاليه لا في المصاريف ديالها لا في كل شيء ديالها. هاد سكودا هذه كامي كيف ما جاء ايضا على نيسان الناطق الرسمي فهي بواحد اللغه كتعني انها fits in every situation يعني هي صالحه جميع المناسبات. هذه السيارة هذه فيها ثلاثة ديال المميزات، انها مودرن، انها ما كتقدمش، وانها متعددة الاستعمالات. وهذه السيارة هذه راه مديورة للاستعمال اليومي وايضا الاستعمال فاش في الخارجات الطويلة ديالكم لا في الويكند ولا في العطل ديالكم.
هذه مرسيدس أ كلاس 2018 كتهضر معها وكتقوم بالواجب. مرسيدس puedo hacer algo por usted؟ سر على بيرسيانا. estoy cerrando las persianas. اي شدت السطح. مرسيدس sí؟ tengo frío. estoy regulando la temperatura a 18 grados. قلت لها فيا البرد يا عدلات. مرسيدس مرسيدس سي sí. اذا قلت لك انت مزيانه تصفر عليا. que puedo hacer por usted؟ ما تصفرش صافي هادشي اللي بغينا. perdón صافي صافي انت ما عندكش الصفاره صافي. que desea hacer؟ ابري لا بيرسيان. Estoy abriendo las persianas. Mercedes. Sí. Okay. Perdón. Bueno, Mercedes, actión. Hagan de aquí un poco sam. ¿Qué desea hacer? ما قلت والو. قال الله حق. شكرا على هذا الطوموبيل. بالله غسلم الناس ألمانيا.